اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان نسألك أن تكتب لنا صيام رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين. اللهم مع انتهاء شهر شعبان المبارك نسألك أن تكون قد تقبلت منا أعمالنا فيه. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك فيه شكر نعمتك وحسن عبادتك في رمضان. ونسألك يا رب العالمين قلبا صافيا ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم في آخر جمعة من شهر شعبان ارزقنا المغفرة والرضا، واكتب لنا الأجر العظيم والكبير في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وفرج همنا وغمنا. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تستجيب دعوانا وألا تردنا خائبين. اللهم بلغنا رمضان ونحن بصحتنا وعافيتنا، واجعلنا ممن يحيون ليله بالطاعات ويصومون نهاره. اللهم اجعلنا فيه من الصالحين ولا تجعلنا من الفاسدين، واكتب لنا العتق من النار يا أكرم الأكرمين. نسألك يا الله أن تشرح الصدور وتيسر الأمور، وتبلغنا رمضان في صحة وعافية. نسألك يا الله أن تشفي كل مريض، وأن ترحم أمواتنا الذين ذهبوا إليك. نسألك يا الله أن تشرح الصدور وتيسر الأمور، وتبلغنا رمضان في صحة وعافية. نسألك يا الله أن تبشرنا بالخيرات التي ننتظرها. اللهم إنا شوقنا لشهرك قد زاد، فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.